مما يؤسف له انه انسان يكون بيمثل سيادة الدولة. انت بتمثل السودان يا عزيز البرهان، وحقه عليه الاقل تحترم الشعب السوداني ده وعزته وكرامته المعروف بيها. احنا ذاتنا استقربنا واندهشنا يعني، والله يعني زي ما بيقولوا ليتك استمريت في تصريحك الاول. يعني معقول انت تقعد تغير في كلامك في كل محطه تزورها؟ يا اخي ده ما بيشرفنا اول حاجه نحن كسودانيين قبل ما نكون مختلفين معك سياسيا. ما بيشرفنا نحن كسودانيين اول حاجه. يا اخي خليك شجاع، خليك معبر عن سياده الدوله. انت قلت كلام في بورسودان قلنا راينا فيه، رغم انه كلام احمق لا يتسق تماما مع رجل الدوله، ولكن للاسف ما ممكن تكون كمان معاها جبن، ما ممكن كمان يكون معاها ذل وتبعيه. نحن نحترم الدول والجيران والاهل والاصدقاء والدول العربيه، احترام واجب، تقدير واجب، لكن سياده الدوله وعزتها وكرامتها مهمه. فاذا انت ما احترمت جماهير شعبك، مؤسف انك انت في خطابك في بورسودان بتسخر من قيادات احزاب اهدوك السودان ده. يا برهان امشي شوف نفسك، انت تابع لياتو مجموعه سياسيه، الاحزاب اللي انت بتسخر من قيادتها دي اهدتك السودان. عارف يعني شنو اهدتك السودان؟ ارجع بالتاريخ لورا عشان تبطل سخريه. اذا الناس بيحترموك لاعتبارات كثيره، ولانهم هم سنهم متقدمه كويس معاك ولسانهم عفيف، لكن ما تفتكر الناس ممكن تسكت على الخطل اللي انت بتسوي فيه ده؟ دي الاحزاب اهدتك السودان، اهدتك السودان مستقل من الاستعمار التركي. تفاكروا جاك كده ساي جابوا لك اجداد الاحزاب دي، ما جاك هديه، جاك بثمن رجال ضحوا. احترم التاريخ. انت جاي الليله تتكلم عنهم بسخريه واستفزاز واستخفاف وازدراء لا معنى له، عشان انت خدت لك زبلتين ولا ما خدت لك مصيبتين في ظهرك وفي كتفك، ولا انت في ظروف محدده جابتك انت خدتك على السلطه، فاكر انك انت ممكن تمسح التاريخ؟ احنا عارفينك يا برهان، عارفينك عميل، عارفينك عميل لدول اخرى، عارفينك تماما بالمناسبه. وخطابينك المختلفات دي اللي قلته في مصر واللي قلته في بورسودان يختلفوا، لانك ما بتحترم الشعب السوداني وما بتعرف تحترم حتى مؤسستك العسكريه اللي انت تبعها، لانك المفروض تحترم احزاب سياسيه كانت بتتكلم معاك بالكلمه والحوار والكلمه الطيبه، قوى سياسيه مدنيه بتناقش، حتى كان داري يوصلوك لتسويه، وانت عارف تماما انهم كانوا بيتكلموا معاك لحد اخر لحظه قبل الاحداث دي ما تتم بساعات، انه كيف ينزعوا فتيل الازمه بينكم وبين الدعم السريع اللي انتم خلقتوه. دي القوى السياسيه الوطنيه تسخر منها بالشكل ده؟ وللاسف هو عينتكم ديل العملاء ديل ما بيخافوا الا من الجزمه. هالسيدي انا متاكد لو مشيت السعوديه دي كلها حتتنازل من كل الكلام اللي قلته ده، كله حتبلعه. المؤسف انه عينتكم دي شكلها ما بتحترم الناس لكن بتخاف، وهي دي هي معروفه يعني، العينه دي معروفه بالمناسبه، ما عندها عزه نفس، لا عندها كرامه، لا عندها احترام لسياده البلد، ما عندها احترام حتى للزي والشعار اللي هي بتلبسه. يا اخي ما احترمت الشعب السوداني كله. نحن شوف رغم خلافنا معاك يا برهان، واقول لك وكنا بنقول الكلام ده وانت داخل السجن، اقسم بالله كنا بنعول وبنقول ان شاء الله البرهان ده يطلع، من باب حسن الظن انك تطلع عسى ولعل يخرج فيك السوداني او جوا نفسك دي، لكن للاسف خيبت ظنوننا كلنا انه يخرج من جواك انسان سوداني اصيل تنزع فتيل الازمه دي يعني تتمثل دور السوداني الوطني المحايد اللي هو على راس مؤسسه وطنيه. لكن المؤسف طلعت انك جبان، وطلعت انك عميل، وطلعت انك خواف از سيم تايم. ما معقول يعني خطابك اللي قلته في بورسودان تيجي تبلعه في 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 مصر، تغيره تماما؟ ما احترمت الشعب السوداني وقياداته وقواه السياسيه المدنيه اللي كانت زي ما بيقولوا بتفك من طلاسم الاختلاف بينكم وبين الدعم السريع، تجي تسخر منهم وتجي تغير كلامك في بورسودان في 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 مصر عفوا؟ والله شيء مؤسف، شيء مؤسف.
يعبر عن انك يعني انسان ما بتحترم الشعب السوداني. واضح الكلام ده بالمناسبه، ولا بتحترم ثوره الشعب السوداني. وخوفوك الكيزان دي لانه عنده قيادات جوا كان ممكن يقتلوك، خفت منهم يا برهان، بس قول كده. لانهم بيعملوا سلاح، القوى المدنيه دي هي قوه سلميه وبتحاورك بالكلمه، لكن واضح تماما انك انت زول جبان. جبان ما ينفع معاك الا التخويف. اصلا خوفوك الكيزان ده لانه عندهم كميه من القيادات داخل الجيش، حتى لو انك ما كنت كوز، لكنك عميل، انا المتاكد منه مليون في الميه، حتى لو انك ما كوز، انت عميل يا برهان بالحرف الواحد. وعارف انت عميل لابنه. عارف تماما انت عميل لابنه. انت ما وطني، ولا بتشبه السوداني ذاته الاصيل. ولا فيك نخوه السودانيين ذاته، للاسف يعني. رجل بالمستوى ده وبالصفات دي يكون على راس مؤسسه قوميه المفروض؟ المفروض يعني. يفترض فيه انها تكون قوميه؟ والله قدر ما احسننا بك الظن، قدر ما احسننا بك الظن افشلتنا. فشكله ما بينفع معاك الا اللغه بتاعت الجيش دي، شغل ناس حميتين بيزولوا لك في ده في الميدان ده، ده هو اللي بينفع معاك. ولا تجيك عصا امريكا جهه اخرى اعلى منك تهددك وتخوفك وتسكت. للاسف يعني حتجي ذليل. ده المؤسف يعني، بعد كلامك اللي قلته في بورسودان ده قدام الناس وقدام الجيش بتاعينك ديل، فتفاصحت واستفزيت القوة السياسية وسخرت منها. دي قوة سياسية يا حبيبي هددك السودان ده كله. انت جايين زي الكيزان بعنا تلته؟ انت جايين زي الكيزان فصلنا تلته؟ نحن طردنا منه المستعمر. امشي شوف طرد المستعمر منه الاول والثاني، امشي شوف طردوا منه. طردوا جدك؟ امشي شوف جدودك كانوا واقفين وين؟ امشي شوفهم كانوا واقفين وين؟ زي ما قلت في الخطاب الاول ده، ضنب الكلب عمره ما ينعدل. والله خيبت ظننا فيك، خيبت ظننا فيك، لكن ان شاء الله شفت دعوات الشعب السوداني ده ستنالك وستقتل من الخلف من الكيزان دي نفسهم. حيقتلوك الكيزان ده نفسه. نحن كنا دارين نمثل لك طونقه طوق نجاه لو انك وقفت مع الشعب السوداني، مع ثوره الشعب السوداني، كان ممكن الناس تقيف معك وتحميك من الكيزان السجم ديل. لكن للاسف شكلك حتقتل خائن. حقه تحترم القوى السياسيه المدنيه اللي معاك، قوى سياسيه سودانيه اصيله عندها تاريخ في السودان ده، عندها اجدادها مدفونين في كرري بتاعتك دي مسميها كرري وادي سيدنا دي. ديل اجدادك انت؟ تاريخ السودان ده اقلبه اعرفه جاي من وين؟ تتفاصح وتتلامر على ديله وكمان بتغازل في المصريين. ما تحترم الشعب السوداني اولى بالاحترام. كل قاده كل قاده العالم بيحترموا شعوبهم اول حاجه، الا انت الجبان تحترم الدول الثانيه على حساب الشعب السوداني وعلى قيادات الشعب السوداني. والله من لم يحترم الشعب السوداني لا احترام لنا لا احترام له عندنا. تحترم شعبك اول حاجه، تقدر شعبك اول حاجه، تقدر مكوناته السياسيه والاجتماعيه. الناس اللي اتكلمت معاك القيادات السياسيه دي ما افراد، دي قوه سياسيه وراها جماهير بالملايين. تسخر منها؟ غالبا ده الواضح يعني، غالبا ستنالك الضربه القاضيه من الناس اللي انت بتفتكرهم انهم هم اصحابك الان. ستنال الضربه القاضيه من الكيزان ديل، لانهم قدارين زيك وكذابين زيك وخونة زيك. زي ما ذكرتك قبل كده، انقلاب البشير ده بدأ بكذبة من التراب والبشير، ده المعلمين ناس السحر. وانت استمرت في ذات المنوال لأنكم مدرسة واحدة، مدرسة لا تعرف إلا الكذب والخداع. يتعاهدوا على حماية الديمقراطية ويجي ينقضوا عليها. انت تعاهدت معنا على حماية الثورة بعد إسقاط نظام البشير المأفون، جيت انقلبت عليه في اكتوبر 25 اكتوبر، وجيت انقلبت عليه تاني بعد الاتفاق الاطاري. خونة، لا عهد لكم، قاتلكم الله الناشئ.